هلا يا خال، تحب تمشي انت كمان؟ وانا عاد ليا راي في حاجه؟ الله 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 الله، ايه الغمان اللي مغمقوا علينا ده؟ دي حفله. بقول لك ايه؟ ما تقوم تشوف لك حاجه كده تبسط روحك. النبي قول لي عملت ايه مع العمروتي مشوار الشغل بتاعنا؟ كله متظبط. النوح مش ناوي يعدي الليله من غير ما اكسب. سيبه يزيط يا خال ولا حاجه. خميس، ما تيجي يا حبيبي نمشي من هنا. ايه مالك يا رمانة؟ ابدا ما فيش يا خال، انا اصلي اتخنقت شويه، حاسه كده ان انا يعني قلبي اتقبض من المكان بصراحه. ومن سمعك والله يا بنتي. ما تهدوا شويه يا اخوانا كده، ايه الغمقان ده؟ اصبروا كده اما يفتح البوفيه ونشوف ايه وناكل لقمه. هو بيفتح الساعه كام؟ شفت بقى انك مش عايز تمشي. ما تلف سجاره يا خال. ماشي.